تقريبا كل اسبوعين راح تتبدل الوضعيه بالنسبه للعمليه السابقه 2022 ولا 2021، ما بقاتش عندنا حاجه كبيره، يعني بقاو عمليات جد جد قبل بزاف، راح نطرقوا لهم بعد نشوفوهم. دونك لا هذاك كما يقولوا تطهير المدونه من الامور الضروريه. دابا ندخلوا سنه 24 بمدونه خفيفه ونسجلوا ان شاء الله عمليات جديده، وان شاء الله تكون تلبية للمشاغل الضرورية والأساسية نتاع المواطنين. دونك هذه كلمة باش بغيتها قبل ما نروحوا بالنسبة للمديرية.